من فوت على تاني غرفة عيش، من فوت على تاني غرفة اللي هي الرئيسية يعني غرفة النوم. الشبابيك طبعا هذا الشباك ما في منقول، أنا بركب له ما في مشكلة إن شاء الله. البواب مسكات، هدول مدهونين حاول قدر الإمكان نساويهم. هون هاي الصوفية مدهونة كمان عن جديد شكلها. الأرضيات ما فيهم شيء، الكبسات الألمنيوم كله منيح، حتى الأزاز منيح كله تمام. هيك بشكل عام بالنسبة للبراندة تعيد هيدي الغرفة اللي هي الرئيسية. بس يلي قبله كان مبخش بهيدي البلاطة اللي هون ومركب البرادة تاولو. انا حركب على الحفة الجوانية من هون كرمال ارجع اقدر من بعدها احط لك كرمال ما نبخش البلاط حرام، برجع احط لك معجنها ونظبطها وندهنها ان شاء الله محلها يعني محل ما هي. الالمنيوم بشكل عام ما في شيء، ما في شيء مكسور اهو، ما في شيء مكسور. وهذا الباب تاع الغرفة الثانية كمان من برا كله تمام. هون نش من بين الجلوب هو كامل مصدر، الجلوب مصدر الاطراف تاعولو. هيدا بالنسبة لغرف النوم. هنروح هلا صوب المطبخ.